مورا ما غنولد بشهر غادي تعيط لينا اختو هي كاتبكي الجميلات ديالي. عارفاكم متحمسين كيف ما وعدتكم. هانا رجعت معاكم في الجزء الثاني من القصة ديالنا. اللي مازال ما شافش الجزء الاول ضروري خاصو يمشي يشوفو باش يفهم القصة مزيان. القصة يا البنات يلاه بدات ويلاه غتشعل ويلاه غتشعل فيها العافية. قصة خطيرة بزاف نبغيكم تصنتوا ليها من الاول حتى التالي. ما غنزيدش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة في الجزء الثاني ديالنا. قلنا ليها مالك ياك لاباس؟ قالت لك راه فلان شدوه البوليس ومشاو عندو للدار، لقاو الفلوس ولقاو الحشيش والغبره. المهم كان مكبتها السيد غرق غرقه وحده. المهم قالت لك راه هزوه، انا ما نكذبش عليكم فرحت فيه هذاك السيد. المهم السيد مشى للحبس، انا يا كنت جريت على الوريقات ديال بنتي، درت انني ام عازبه، هنا ما كاين زعما مشكل انك تقيدي بنتك على سميتك وداك الشيء. صافي قيدت البنت على سميتي وبقيت جالسه بحال شدني اكتئاب. قلت انا شاد السهر عندي، السيد بغيتو من كل قلبي وغدرني، وفي الاخر قال لي ان البنت ماشي بنتي ونكرني، وهو كيعرفني اشنو كسوى، وهو نكرني غير باش يرد لي الصرف، ماشي نكرني حيت ما باغينيش ولا لا بحال باغي يربيني ساعه ما لقاش معاه. المهم يا هذيك كان هو صافي تشد في الحبس، انا يا بقيت هكاك داس تقريبا نقولي واحد ما عرفش كنحكموا عليه بشي عام وشي حاجه. المهم كيف خرجوه من الحبس كانوا صيفطوه نيشان للمغرب حيت ما كان عنده لا اوراق لا والو. المهم الوقت اللي صيفطوه للمغرب قال لهم احقا محقا انا راه عندي بنتي فرنسيه، وكانت اختو عيط لاختو قال لها قولي للنسرين قولي للنسرين تقاد ليا الوراق وتقيد البنت في سميتي باش زعما على بنتو يجي لفرنسا. قلت ليه ما عندكش البنت وهذيك البنت بنت الحرام وانا جيبها من الزنقه، انا هذيك البنت هي اللي ما عمرها تكسب في سميتك، عيا ما يطلب وعيا ما يزاوق ودبر على النمره ديال الفليكس ديالنا وعيط لينا كيطلب كيقول لي شوف يا نسرين اللي بغيتي نديرها معاك. المهم غير قيدي البنت. قلت له بنتي هي اللي ما عمرها ما تقيد على سميتك، ودابا سير في حالاتك عطيني الثقه، انا ما عقلتيش عليا الوقت اللي كنت محتاجه ليك، حتى انا دابا ما غنعقلش عليك وكنت قطعت عليه، ومن ثم علاقتي به وعلاقتي بختو غادي تقطع في مره. المهم انا بقيت جالسه في دارنا اليوم وغدا، داس مده تقريبا نقولي واحد العامين هكاك غير الدار، ما كنخدم ما والو. ماما مسكينه هي اللي كانت كتخدم، راجل ماما تا هو كان كيتعامل معنا مزيان وكان كيحماق على بنتي وكيحماق عليا. المهم الامور كانت غاديه، واخا انا فحال بديت كندخل في اكتئاب ما كنت لا كنخرج لا والو. حتى لواحد النهار غادي نكون جالسه في الدار حتى غتجي واحد صاحبه ماما هي وبنتها. المهم جاو وهي تقول لي يا ماما خرجي مع فلانه انت كتبقاي جالسه. المهم ماما كانت باغا تخرجني وداك الشيء، انا في الاول ما بغيتش ولكن في التالي قلت لها اوكي. نوضت لبست حوايجي لبست البنتي باش نخرجها معايا، قالت لي ماما غير خلي البنت وخرجي لراسك. صافي خرجت انا وهذيك البنت صاحبه ماما وبقينا غاديين كنتمشاو، ارى ليكم حنا غاديين ويتبعنا واحد خيمه. المهم تبعنا بدا كيهضر وداك الشيء كيتبسل علينا، انا ما بغيت نقول والو حيت كاين انا والبنت يعني ماشي بوحدي، اما كنت بوحدي كنت غندور في ديك الساعه. نادت هذيك البنت وقفات وهضرات معاها على اساس انه باغي يهضر معاها. مهم السيد وقف وبدا كيهضر ولكن ما حددش ليها واش عليها ولا عليا. قال انا نعرفكم على راسي، انا سميتي فلان، انا كيف قال سميه تصدمت سميه عربيه. قلت له انت عربي؟ قال لي وي انا مغربي. انا كيف قال لي انا مغربي يبرد لي الماء في ركابي. المهم قال لي نتوما عربيات؟ قلت له انا مغربيه. هذيك البنت قالت له انا راه ماشي مغربيه انا جزائريه. صافي بقينا كنهضروا داك الشيء، قلنا نعرض عليكم القهوه، مشينا جلسنا في واحد القهوه. تما السيد غيبدا يشوف فيا وغيبدا يهضر معايا، حماقه البنات عليا. المهم فسالينا قال لي بورطابل واش عندك؟ قلت له لا، حيت داك الوقت البورطابل كان غير عند شكون وشكون. قال لي دابا بغيت نتلاقى معاك، فين غنتلاقى وما فين غنتلاقى، وكنت عطيتو النمره ديال الفيكس. صافي السيد قال لي شوفي انا حماقيت عليك. المهم مشى كندوى معايا، قلت له شوف انا راني مطلقة وعندي بنيته. قال لي انا بنتك هي بنتي واللي بغات نعطيها ليها. تخيلوا البنات من ديك النهار بدا عليا بلا كادو، كيصرف عليا بالهبال، كيخرجني يشري ليا يشري لبنتي، وكان كيقول لي بغيت نتزوج بيك غير انا عندي مشاكل ونحل هذوك المشاكل وانا معك. كيقول لي انا خصني ننزل المغرب، ما كانش محدد لي بالضبط اشنو واقع. المهم بقيت جره معاه تقريبا المده ديال واحد 4 شهور على اساس انه في الصيف ديال هذاك العام غينزل المغرب وغيهدوي مع دارهم من بعد غيتزوج بيا. هو كان واحد شويه كبير عليا، انا كنت فرحانه معاه وكانت الامور مزيانه، كان كيهضر معايا من الصباح حتى العشيه ويقصر معايا بالليل نهار وما طال، وانا كنهضر معاه في التليفون. زائد انني كنت كنتلاقى معاه وكان كنكون جالسه حتى كيجيب ليا
ها الرام ديال لي كادو، الحوايج السيكان، حوايج ديال البنت، الالعاب ديالها، الماكله، كلشي 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 كان كيتقطع. المهم غادي نبقاو جارين حتى لواحد المره. انا كنت جالسه في حالتي حتى غير عيط لي واحد النمره، انا شتا ما عرفتش جاوبت. الو شكون معايا؟ قالت لي انت يا نسرين؟ قلت لها اه. قالت لي انا مرت فلان. قلت لها شكون فلان؟ قالت لي فلان اللي كتضلي تهضري معاه. قلت لها اختي يمكن غلطه في النمره. انا يا قلبي بدا كيزدح 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 كيزدح. قالت لي لا انا ما غلطاش وانا عارفه بالضبط اشنو كنقول. انا لقيت النمره ديال هاد الفيكس في التليفون، لقيتها ولقيت السويع اللي كيهضر معاك، وانا عرفت انك انت اللي كيخسر عليك فلوسه وانت اللي غديري ليه فايت، وانا مشيت للمغرب عندي واحد الغراج لقيته داير هاد الحاله، والا كان كيسحب لك غيتزوج بك والله لا تزوج بك، انا دايره معاه عقد في المغرب ودايره معاه عقد هنايا، يعني ما عندوش الحق انه يتزوج بك هنا، ما عندوش الحق. قالت لي شوفي والله ما تفرقي عليا، تندير ليك تنفعل ليك وندير ليه هو وفعل لي هو. انا بقيت ناكره وكنقول لها اختي هاد الهضره اللي كتقولي ها ربي من حتى شي حاجه. كيف قطعات عيط ليه، قلت له الو راه عيطات ليا مرتك. قال لي اش كتقولي؟ قلت له ياك مرتك سميتها فلانه. قال لي اكلو عيطات عليا. قلت له اسمعني بلا ما نطولوا الهضره. قلت له اللي بيناتنا سال هنا، انت ما قلتيش لي راك مزوج. قال لي لا وغير سمحي لي وانا السيده راه غنوقف واقف معها على الطلاق. قلت له السيده باقي مزوج بها وما واقف معها لا على الطلاق لا على والو، هاد الهضره قول لشي واحد اخر. قال لي وشوفي انا واخا مزوج انا كنبغيك واللي بغيتي نديرها معاه. قلت له اسمعني انا ميمتي وانا باقي الله صغيره، ما كثر ما كملتش حتى 10 سنين، مازال ما بلغتش. قالت لي بنتي ثلاثه الرجال ما عمرك تدوري بساحتهم. قالت لي اولا الراجل اللي يكون مزوج، قالت لي هذا ما عمرك تدوري بساحته. قالت لي والناس ديال العائله، قالت لي واخا يكون ما نعرف كيفاش داير، ما عمرك تصاحبي معاه ولا دوي معاه ولا تعطيه وقت. قالت لي ورجال صحاباتك ورجال الجيران والناس اللي دايرين بينا. قالت لي هادو بنيتي عمرك تهضري معاهم ولا تعطيهم وقت ولا دوي معاهم ولا تكلمي معاهم. قلت له شوف ولد الناس انا كلشي الا راجل المراه هو اللي ما عمري نهضر معاه، وقطعت عليه هذيك الساعه. السيد بغى حماق دار المستحيل، كسف لي الصحابات ويقول لهم العار، لما نقول لها غير ترجع لي اللي بغاتها ديرها معاها، بغاتني نطلق المراه نطلق المراه من غدا. انا كنت كنقولي واخا نطلق المراه انا ما عمرني ما نقول لك مراه، صافي سالينا حيت الا مشيتي تتزوج بيك غنسمى خطفات الرجاله. قلت له اسمح لي انا ما نقدرش. المهم هي هذيك كنت قطعت معاه، وهنا البنات حرفيا دخلت في اكتئاب. وليت كنقول اويلي واش انا لهالدرجه ما عندي زهر؟ لولا اني خديته باقي صغير تستقي بيع الحشيش وتشد في الحبس ونكرني انا والبنت الثاني بغيتو، قلت هذا هو اللي غيعوضني على الاولاني وكيحماق عليا وكيحماق على بنتي، حتى طلع السيد مزوج وعنده ترينكا ديال الاولاد، واش انا لهالدرجه ما عندي زهر؟ وليت كنامن ان الله يعطينا زهر الخيبات، حيت انا فعلا كنت واحد البنت اللي زوينه بزاف، كنت الا خرجت الرام كيتبعوني، ولكن انا خاطيني داكشي ديال الفساد ونخرج مع هذا ونخرج مع هذا، كنت واحد البنت ترونكيل باغي غير الحلال. المهم هي هذيك بقينا جارين هكاك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، حتى لواحد النهار واحد عاوتاني السيده صاحبه ماما كتعرفها، حيت ماما كانت كتعرف بزاف الناس بحكم انها كانت كتخدم في واحد المكازا. المهم كتعرفها واحد السيده، كانت قالت لها واش بنتك سناء خدامه؟ قالت لها والو غير الدار. قالت لها وداك الدبلوم اللي خدات؟ قالت لها واش غنقول لك هي ما باغاش تخدم به وصافي غير جالسه في حالاتها وداكشي. وليت تقول ليها، قالت لها الا بغات انا راه كنعرف واحد السيد في الصاني، قال لي الا كاينه شي بنت تخدم معايا. قالت لها راه هو درويش حتى هو عربي. قالت لها واش مغربي؟ قالت لها لا تونسي. قالت لها ولكن درويش الله يعمرها دار وكريم كريم 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 بزاف. ماما قالت لها اوكي انا ندوي مع سناء ويلا عجبها الحال اللهم يسر. قالت لها واخا. المهم جد دوات معايا، انا كنت متحمسه وما متحمساش في نص الوقت. قلت لها ماما حتى لا غيخدم لي انا ما عندي لا ديبلوم لا حتى شي حاجه، اشنو غادي ندير؟ قالت لي لا غتخدمي زعما كتبيعي، ماشي ضروري خص تكون عندك زعما شي حاجه، غتمشي ويجربك ويشوف. قلت لها ويكون خير. المهم هذيك السيده عاود عيطت لماما قالت لها اشنو قلتي؟ قالت لها اوكي دوزي من موراها. صافي دازت من مورايا، جيت انا وياها عند السيد. السيد دخلنا عنده دوا معايا وداك الشيء عجبته. قال لها صافي اوكي راه، قال لي امتى تقدري تخدمي؟ قلت له انا راه ما خدامه زعما من قدره من دابا نقدر نبدا خدامه. قال لي شوفي غدا بدي معانا. قلت له اوكي. مشيت في حالاتي قلت انا اللهم شويه نبدا ندخلو على بنتي ولا نبقى غير جالسه، وخاصه في هذاك الوقت كنت تزيرت شويه حيت داك السيد اللي كان كيصرف عليا ما بقاش. المهم هي هذيك بديت خدامه مع هذاك الشخص. اش غنقول لكم؟ البلاصه اللي كنت خدامه فيها كانوا كيجيو ليها غير هادوك الناس اللي لبس عليهم والنص ديالهم عرب، وكانوا كيشوفوني
كيهبلوا عليا كيهبلوا، ولكن باش نقول لكم شي معقول ولا شي حاجه كلشي باغي غير تفليا، باغي يدوز معك نهار يومين والله يعاون الله يعاون، يعني ما باغيش يبقى معك. انا ما كانش كنقلب على هذوك العلاقات، المهم بديت خدامه كنقول غنتسنى حتى يجي نصيبي، وكنت كنتسنى شي نصيب اللي يكون مقعد شي راجل يكون منغنغ فلوس صغير وبوغوس يبغيني انا وبنتي تهلا فيا. يعني كنت كنقول بغيت نتعود على كاع هادشي اللي داز، حيت فعلا تكرفص بزاف. المهم يا هادي دخلت عند داك السيد بدينا خدامين، الامور غاديه مزيان شويه بشويه، ولا كيقول لي احقا والواد بلا ما تمشي لداركم تغداي انا غنجيب لك الغدا، ولا كيجيب لي البنات الشوا والحوت، المهم احسن ما كاين في الماكله، كل نهار كيجيب لي بلاطو من ريستوران في شكل، المهم خصكم عطيها الماكل وفرحانه وناشطه. السيد كان كيتعامل معايا بواحد الطريقه اللي في شكل، ولكن كنت كنقول لربما حيت هو عربي وانا عربيه داكشي علاش كيتعامل معايا مزيان وكيعاملني بحال بنته، لان السيد راه في 70 عام راجل كبير في العمر. المهم غادي نبقاو جارين اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي وليت فاش كنبغي نخرج بالليل كيقول لي بلاتي انا غنوصلك، ولا مثلا فاش كيوقع شي واحد كيتبسل عليا وسط الخدمه مابقاش كيتعامل كيف ما الاول برود لا، ولا كيجي وكيدخل. المهم غنبقاو حتى غيحيدني انني نبدا نبيع مع الناس نيشان وغيدخلني لواحد البلاصه فين كاينين الحسابات انا ما كنت فاهمه فيها حتى شي حاجه، وبدا كيعلمني بشويه بشويه والامور بقات غاديه هكاك مزيانه حتى النهار اللي انا غنكون خارجه غادي يجي وغايقول لي بلاتي بغيت نهضر معاك. قلت له واخا. المهم ركبت معاه في الطوموبيل على اساس غيوصلني ويهضر معايا، في الطريق غيصدمني وغايقول لي شوف يا نسرين انا ما كاين ما نخبي عليك، انا يا حماقيت عليك وبغيتك للحلال. شفت فيه وقلت له عام الحاج كدوي من نيتك واش الهضره اللي كتقول لي؟ قال لي شوفي انا ما غنكذبش عليك، انت راكي عارفه مزيان انا مزوج وعندي وليداتي كبار ومرتي راه في تونس ما بغاتش نهائيا تجي لهنا. قال لي انا يا وحداني وانا بغيت شي وحده اللي تونسني، انا غير كوني ليا اللي بغيتيها تكون ليك. قال لي انت كتشوفي الخير كثير، والسيد راه نقول لكم راه كان بوك وحبه لاباس عليه لاباس عليه لاباس عليه لاباس عليه لواحد الدرجه اللي ما كطيحش البنات على البال. الاموال الطائله كانت عنده ديك المغازا وعنده مغازات وحدين اخرين، عنده مشاريع تما عنده مشاريع في تونس عنده مشاريع في المغرب عنده شله مشاريع شله 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 مشاريع شله مشاريع. المهم السيد قال لي شوفي نعيشي كيف الاميره ونضمن لك مستقبلك وبنتك تعيش كيف القايده وهذه مين وهذه من هي. المهم السيد لصقني يلا بغيت نقول له لا لان السيد كبير عليا، وبيقول لي شوفي ما تجاوبينيش دابا خذي راحتك وبشوية عليك حتى تفكري على تيساه. المهم يا هاديك انا كنت مشيت في حالاتي بقوة ان الموضوع ما تسوقتش ليه ما قلتش حتى لماما. المهم دوست هذاك النهار الغد اللي مشيت لخدمتي عادي بديت كنحاول انني نتهرب منه. اليوم غدا قد ما يا البنات انا كنتهرب منه قد ما هو كيزيد يتقرب مني. تخيلوا انا كنكون جالسه حتى كيجيب ليا هكا شي كولي ديال الذهب شي كولي هكا ديال الديامون، كنقول له ما نقدرش نشدو كيقول لي شوفي سوا تزوجتي بيا سوا ما تزوجتيش بيا، هادشي كادو مني ليك انا راه عجبتيني بزاف وانا بغيت نعاونك على بنتك. تخيلوا كنكون خارجه حتى كيجي كيجيب ليا هكا منك كبير ديال الالعاب كيقول لي هذه ديال بنتك، كنقول له لا كيقول لي شوفي انا هذه ما شريتهاش لك انتيا هذه شريتها لبنتك انا بغيت هذاك البنت نشري ليها. ايوا كنهز داك الشيء وكنديه اليوم وغدا السيد فحال غراني بالفلوس، وفلوسه خلاوه يبان في عينيه انه مازال صغير ما بقاش كيبان ليه هذاك الراجل الكبير، وهو ما كانش مثلا عنده 70 عام و70 عام لا كان باقي شاد في راسو كيدير السيد سبور. المهم باقي شاد شويه في راسو ماشي زعما كبير مره واحده. المهم هي هذيك بقينا يا البنات اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي غيجي وفاتحني في الموضوع مره اخرى وغيقول لي شوفي انا عجبتيني بزاف انا اللي بغيتي نديرها معاك نعيشك في الاميره وهذه من هنا وهذه من لهيه. المهم انا تما كندخل لي راسي شويه وكنت قلت علاش لا، قلت له عطيني شويه الوقت ندوي مع مالين الدار ويكون خير. مشيت عند ماما وقلتها لها قلت لها ماما كاين واحد الشخص باغي يتزوج بيا. قلت لي شكون؟ قلت لها السيد اللي خدامه معاه.
قلت لي على ما في بالي انه راجل كبير، واش انت حماقيتي؟ قلت لها ماما بغيتو. قلت لي واش تيتطاجي شحال عنده من عام؟ عنده 50 عام. قلت لها لا ماما عنده 70 عام. ناضت ديك الساعه وقالت لي شوفي هاد الهضره هي اللي تسديها، واش انت تسطيتي؟ واش انت باغا تزوجي بواحد قد جدك؟ اما حتى باك راه مازال صغير الله يرحمه، يعني في الزواج دابا الحقيقي، وحتى با اللي تزوجت به ماما راجل ماما حتى هو باقي صغير. قلت لي راه باك وما ما عندوش هاد العمر. قلت لي واش انت تسطيتي؟ واش انت حماقيتي؟ قلت لها ماما الراجل عنده الفلوس وغيعيشني انا واميره كيف الاميرات. قلت لها يعيشنا مزيان. قلت لي بنتي الفلوس ماشي هما السعاده، انت راه باقا صغيره خاص راجل تعيشي مع الحياه، تخرجي معاه تدرجي معاه ماشي شارف. قلت لها ماما انا جربت الصغر اشنو دار ليا؟ هي كان كيخليني في الدار وكيخرج مع الخنزات، ياك ما كانش مهلي فيا. قالت لي لا كان مهلي فيا. قلت لها باش مهلي فيا بفلوس الحرام؟ قلت لها شوفي يا ماما، قلت لها انا هذا الراجل هو اللي بغيت، وهو قال لي انه غيضمن لي مستقبلي وغيتعامل معايا مزيان. قلت لها وزيدون عام ولا عامين غادي يتوفى وغنضربها بورته. قلت لي نقول لك واحد الكلمه. قلت لي شتي داك القوم هو اللي كيبقى لاصق في الدنيا حتى تموتي وانتي نموت انايا. قلت لها ماما الله يهديك. قالت لي انا دويت معاك انا ما راضياش على هاد الزواج. المهم انا بقيت لاصقاها وقلت لها هاد الزواج هو اللي غادي يكون. ناضت ماما دوات مع بابا قالت له راه نسرين باغا تزوج. قال لها ها علاش لا؟ قال لها زعما مزيان اللهم يسر. قالت لي ولكن الراجل كبير شويه. بابا هذاك اللي مربيني هو يقول لها كبير شحال عنده زعما 40 عام؟ حيت انا ديك الساعه عندي يلاه 20 عام يعني باقي صغيره. قالت لي لا. قال لها عنده 50؟ قالت له لا. قال لها واش كتخربقي كيفاش لا عنده 30؟ قالت له لا. قال لها شحال عنده؟ قالت له كاع عنده 70 عام. قالت لك ناض وكيندف في حناك وكيقولها واش نسرين تسطات؟ واش حماقت؟ واش ما لقات ما تاكل؟ قال لها انا نهز بيديا وبرجليا واش هادي تسطات باقا صغيره باقي هادي باقي هادي باقي هادي. المهم حتى هو ما بقاش. ايوا هذيك المرحله بدينا عاوتاني كنطلبوا فيهم. انا ماما كنقولها هذا هو اللي ندي، هذا هو الراجل اللي بغيت. كتقول لي شوفي يا بنيتي انا لا تزوجتي به راني ساخطه عليك، انا ما بغيتوش وما عندي ما ندير به. المهم بقينا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى قنعتهم بالزز. وحتى هو كان مشى ودوا مع ماما وقال لها بنتك تعيش كيف الاميره غير توافق عليا. المهم بالزز باش وافقوا ليا ومن بعد كنت زوجت به. ما عرفتش غنقول لكم واش كنت صغيره وما عندي عقل ولا كنت طماعه ما عرفتش، ولكن في ذاك الوقت ولا كيبان ليا المستقبل هما العاقه ولا كيبانوا ليا الفلوس شي حاجه مهمه بزاف. كنت كنقول معليش الدنيا هانيه. المهم الوقت اللي تزوجت به في الاول كان السيد ماشي غنقول لكم عادي، ولكن كان يعني مهم كان راجل وصافي. ما نكذبش عيشني في واحد المستوى اللي ما عمرني ما كنت كنحلم به. كانت عنده واحد لابارتمون ما نقدرش نوصف لكم كيفاش دايره، بارتمون واعره في واحد الريزيدونس كتحمق في واحد الكارتي كيسكن فيها غير شكون وشكون. عنده الطوموبيل انايا كان دير ليا البيرمي خرج ليا الطوموبيل دوبل في كان خرج ليا في داك الوقت المرسيدس الاخرى. المهم شري ليا البورطابل كان عند شكون وشكون. الذهب والديامون ما نقولش لكم، داكشي اللي كان كيشري ليا بالهبل كيخرجني لي ماغازان ما راه كينزل الماغازان عليا من غير السفريات. السفريات راه اوروبا ضربتها شمالا جنوبا شرقا غربا، ما خليت حتى شي بلاصه في اوروبا، كنمشيو غير للبلاصه الزينه والوطيل الواعر وناكلو احسن ماكله. المهم شفت معاه الحياه ديال بصح، بقينا جارين هكاك. كنا مره مره كنزلو المغرب، السيد كان كيصرف بالهبال، الامور زعما كانت غاديه مزيان. حتى لواحد المره هذاك السيد اللي كان خدام معاه في المغرب كان وقع معاه مشكل، كان هو واحد الشريك. المهم كان وقع معاه مشكل ولقى شي تخلويض هكا في الحسابات وداك الشيء، وكان قال لي شوفي انا غنمشي وغنتحاسب معاه ونفكو الجره كل واحد يشد طريقو. كنت مشيت معاه. المهم مشينا جلسنا في واحد لوطيل في كازا، اوتيل كبير. المهم انا ما كنمشي لعند عائله لا والو، يعني الا جيت عند عائله كنجي راسي ما كنتش كندي معايا. صافي مشينا لهذاك لوطيل. السيد كان كيمشي كيغدي الاغراض ديالو، انا كنت كنجي عندي واحد السيده هو كان كيعرفها. المهم هاد السيده من بعد غنكتشف انه هو كانت عنده معها علاقه وكان كيخرج معها، وهي غتعاود ليا انه قبل مني انا كان مزوج بزاف ديال البنات، قال لي كيتزوج بها 6 شهور، ها اللي كيتزوج بها، المهم كل وحده وشحال كيتزوج بها تما نيت في المغرب، وكاين اللي تزوج بها على برا وكيجيبها معاه. المهم قال لي قالت لي ماشي انت اول وحده اللي غيتزوج بك، قالت لي كلشي اللي كتعجبو كيقرا عليها الفاتحه وكيتزوج بها ويدوز بها هذيك المده ويبرعها ومن بعد يطلقها. وهي قالت لي جمعي راسك وجمعي فلوسك. انا
واخا قالت لي ديك الهضره ما كانش عندي العقل، وهو كان ديما كيقول لي شو انا سرين، انا بغيتك تلبسي، انا بغيتك تعيشي، بغيتك تاكلي، بغيتك تصرفي، كيعطيني الفلوس وكيقول لي خاصك تخسريهم، انا بغيتك تعيشي مزيان، انا ما عمرني ما نتخلى عليك، انا غنضمن لك مستقبلك. كان ديما كيقول لي هاد الهضره وانا حيت كنت حماره كنت متعيقه. المهم هي هادي كنا نزلنا لهداك المغرب، انا علاش عاودت لكم بالضبط على هاد النزله؟ حيت فين هاد النزله غيبقى واحد الموقف اللي انا غيطلع ليا فيه الزعاف. المهم السيده فاش عاودت لي هادشي كامل، واخا هكاك ما كنتش مسوقه، كنت كنقول لي دبر راسو، وانا كنت زوينه كنت كنقول ما عمره ما كان غيكون مزوج بشي وحده اللي زين مني، كنت كنقول انا هي ملكه الجمال وما عمره ما يقدر يتفرق عليا. المهم يا هادي كنا كيمشي هو وسط النهار كيخدم، كيجي في العشيه كنخرج نسهر معاه، عرفتوا فاش كيمشي فاش كتكون شي سهره وكتكون شي رقاصه، وتخيلوا داكشي ديال السواعده وراها الفلوس واتي رشرش، وراه كيقدر انه يعلق لها مليون، كي هكا كيلوح عليها فحال لعب، ويعلق لهادي ويعطي لهذا، وغير التدويره اللي كيعطي لهذاك السيد اللي كيعطي الشرا، وراه كيعطيه 2000 3000 درهم، هذه تدويره، هذه غير ديك 20 درهم القهوه. المهم السيد كان كيصرف في الفلوس. واحد الصباح كنا نازل كنا خرجنا من الاوتيل وبغينا نجلسوا في واحد القهوه، جلسنا خدينا داكشي اللي بغينا، وداز واحد الوليد باقي صغير عنده شي 6 سنين 7 سنين، هز الباكيات ديال كلينكس، حاطين الباكيات ديال كلينكس وقال لينا زعما شرو من عندي كلينكس، هو يدير ليها بيديه هو يلوحهم لي في الارض، قال لي ما توسخش ليا الطبله وحيد من هنا. درت عنده قلت له شو ماشي ما عنده كلينكس، يعني كلينكس شحال داير؟ درهم ما جي شي حاجه. قال لي لا 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 ما نشريش. انا الدري كيطلب فيا قال لي عافاك شري عاونيني، انا هادي انا دارنا ما عندهمش، انا هذا انا الدري بقى فيا، وانا في هذاك النهار ما كنتش هزه معايا الدرهم اصلا في المغرب، فاش كنا مشينا هذيك المشيه ما كنت هزه معايا الريال، حيت هي كنكون خارجه معاه، هي كنكون خارجه مع هذيك السيده، وهذيك السيده هو عطيها الفلوس كيقول لها شوفي، حيت انا كبرت ما كبرتش في المغرب كبرت برا، وهو كان كيقول لها راه ما كتعرفش، كيقول لها شوفي راني سرين ما كتعرفش الفلوس، ما كتعرفش تصرف الدرهم، ما كتعرفش تشري، ما كتعرفش تشطر، وهما زعما فاش كتمشي عندهم في المغرب مالي الحوانت فاش كيعرفوك انك برانيه كيغليو عليك، قال لها زعما انت اللي تصرفي وانت اللي تصرفي، فهي اللي كانوا عندها الفلوس. انا الولد ما لقيت ما نعطيه، وهو بدا كيجري عليه وبدا كيعايرو داك الولد، تخيلوا عينيه تغرغروا بالدموع، حس بواحد الحقره لانه هو حقرو، انا ما يعجبنيش الحال. المهم الولد كنت نط جمعت مع هذوك لي كلينكس ديالو، وكنت حيدت الخاتم من صبعي وقلت له ها هو سير بيعو، قال لي شكرا، قلت له شوف هي ما دويش يسير، حيت انا عارفه هو ما غيعجبوش الحال. المهم مشى هو، انا شفت فيه كرهته لواحد الدرجه اللي ما طيحش على البال، بقى فيا الحال كنقول واش هذا كيلوح على الرقاصه وكيلوح على الخنزات الفلوس الاموال الطائله، والولد ما قدرش يعطيه حتى درهم حتى درهم، ما داش يعطيه 10 درهم، الولد قال له بغى يبيع ليها كلينكس يعني يعطيه درهم. المهم يا هذيك الولد مشى، انايا هو كان مشى في حالته وقضي غرات، جات عندي هذيك البنت اللي معاه، وانا نقول ليها قلت لها شنو طرا واشنو طرا واشنو طرا، البكا بكيتو، وهي تقول لي ويلي، قالت لي راني قلت لك، قالت لي انت راه ما كتعرفيش هذا راه واحد ولد الحرا، قالت لي شوفي نتي نتي كيخسر عليك الفلوس حيت باقي عينو منك ومازال ما شبعش منك، قالت لي النهار اللي يشبع منك غادي يلوحك وما يعقلش عليك، قالت لي هذا ماشي ديال العشره. انا فاش شفت دار هذاك المنظر لهذاك الوليد كنت عرفت ما عندوش القلب، وتما قررت انني فعلا ندير الكلام ديال السيده ونجمع دبير السمان. اول حاجه فكرت فيها هي الدار ديال ميمتي، حيت ميمتي فاش كتجي المغرب ما كتلقى فين تجلس، الدار ديال والديها ولو ساكنين فيها خوتها، ومهم المشاكل والصداع. المهم كنت درت بين عينيا انني ضروري ما خصني ناخذ ليها الدار، فعلا بديت كنتبلحس عليه من هنا ونتبلحس عليه من هنا ونقول له احقا انا ماما بغات نشري ليها الدار، وهو ديك الساعه حيت مازال انا عاجبه كان قال لي اوكي، قال لي صافي سيري وشوفي ويكون خير. المهم كنت اتصلت بواحد السيد من العائله وقلت له راه باغي ناخذ الدار في البلاصه فلان فلانيه حتى جداتي، قال لي واخا، قلت له قلب ليا وباش ما كان رد عليا انا راه في هاد لاطات غنزل، قال لي صافي. المهم بدا كيقلب كسفت لي التصاور من هنا من هنا من هنا حتى النهار اللي غايقول لي راه كاين واحد المشروع ديال واحد لي زابارتمون كايحمقوا، الثمن ديالو مناسب بزاف، الموقع ديالهم غزال، قال لي واش بغيتي تاخدي فيهم؟ قلت له اه. المهم شفتهم عجبوني، شفتهم غير في التصاور حمقوني صافي. ديك الساعه كنت هضرت مع ماما وقلت لها نزل انا وياك، فعلا نزلنا شفنا لي زابارتمون حمقوني، دويت معاه قلت له شوف راه لقيت واحد لابارتمون عجبتني، قال لي شحال؟ قلت له قدا وقدا، قلت له راه خاصني نحط
نحط يعني نخلص على 3 ديال المرات. قلت له راه نخلص دابا واحد ثلث، ومن دابا الوقت اللي غتسليم كتخلصي واحد طريطه، ومن بعد فاش كتسلمي كتكمليها كامله، يعني 3 ديال المرات كتخلصي الفلوس. قال لي صافي واخا. قال لي شوفي الفلوس غادي تمشي عند شريكي، راه ما هزيتش من عنده الفلوس كاملين، سيري عنده وخدي من عنده الفلوس انا غنعيط ليك. قلت لي اوكي. مشيت عند شريكو، فعلا كنت خديت من عنده تقريبا اكثر من الثلث ديال الدار، خديتها مشيت قديت الوريقات قدينا الامور كامله رجعنا في حالاتنا. ارى ليكم فاش رجعت السيد بدا كيتبدل معايا واحد شوي، بديت كنلاحظ، كنقول له اعطيني، كيقول لي احقه ما عنديش، احقه هادي، المهم انا هنايا زدت زيرت راسي كثر، وليت كنتبلحس عليه وداك الشيء. وفي نفس الوقت كناخذ الفلوس. ماما كانت خدات واحد الدار هنايا فرنسا، كانت باقي عندها طريطات، كنت كملتها ليها كاش من عنده، تزيرت بعت شي حاجه ديال الذهب، مهم كملت لها داك الطريطه. وبقيت لاصقه على الطريطه الثانيه ديال الدار اللي عندي في المغرب، المهم لاصقه حتى سليت منه هذيك الدفعه الثانيه ديال الدار. وبزز حيت في هذا الوقت السيد فحال بدا كيزير معايا السنطه واحد شويه، ما بقاش باغي يعطيني الفلوس كيف ما الاول، حيت في الاول فاش كان كيعطيني الفلوس وانا كنت كنخسر كان كيعطيني، وفي الوقت اللي وليت باغا ندير دوير الزمان السيد زير معايا الصمت لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال. المهم يا هذيك بقينا هكاك حتى لواحد النهار السيد داخل الدار وكيقول لي ريحه الرجال، انا هذه الريحه ما كنديرهاش، ريحه من هادي انا شميت حيت انا كنت في الدار ما لقيت حتى شي حاجه، كنقول له ما كاينه حتى شي ريحه. كيقول لي لا ريحه شي راجل، كون عندك شي واحد هنا. كنقول له واش انت احمق، شكون اللي غادي يكون عندي، ما كان عندي حد. قال لي لا ربما باباك، لا ربما خوك. قلت له نو، ما كان عندي حتى شي واحد هنا. داز هذاك النهار البنات، المهم داز تقريبا شي يومين، دخل هو يجي هو يهز واحد، انا كنت خارجه، هز واحد المونطو كنت لابساه وهو يشمو. قال لي شي تشمي، شميت البنات ريحه ديال الراجل في المونطو ديالي. قال لي ريحه من هادي؟ قلت له ما عرفتش. قال لي لا. قال لي انت كنتي خارجه مع شي راجل؟ قلت له والله هذيك اش الضري كتقول، واش انا غنخرج مع شي واحد واش حماقيتي، انا راني مرا مزوجه. قال لي لا، حيت هو هذا الوقت اللي كنعاود لكم ما بقاش يعني علاقتي معاه ولا بحال با، يعني هو في بيت وانا في بيت، ما بقات بيناتنا حتى شي حاجه من غير اننا كنخرجوا في الزنقه وبنادم كيشوفني انا وياه ديك البوبيه ديالو، صافي هادشي اللي كاين. المهم هو يقول لي لا كنتي مع شي راجل، انا ما بقيتش مقنعك، انا هادي انا بديت كنبكي. قلت له هذا ضرب من هاد حتى شي حاجه، هادشي ما كاينش. المهم داس هادي من موراها غيجي عندي غيقول لي شوفي واحد صاحبي شافك بلا مرسيدس واقفه في واحد القنت، شنو كنتي كديري تم؟ الله يهديك انا ما كنتش خارجه كاع اليوم، الا انت كدابه وينوض عاوتاني الصداع والمشاكل، الصداع والمشاكل. يوميا كيجي كيقلب حوايجي كيلقى فيهم ريحه الرجال، كنشم الحوايج كنلقى فيهم ريحه الرجال. منين جات ديك الريحه؟ ما عرفتش ديك الريحه ديال الدراري، يعني ماشي ديال الرجال الكبار، حيت انا راجلي كان كلاس، يعني من هذوك الرجال اللي ما نقولش ليك عطيت ديك الشوغر دادي، شوغر دادي، ولكن هذا ولد الحرام دادي ماشي شوغر دادي. المهم يا هاديك ما داش بزاف، مهم مشاكل يوميه، انت كتخضريني انت كتخونيني، انا ما بقاش معمر لك وجهك، ما بقاش معمر لك راسك، انا ما بقاش معمر لك عينيك، انا ما بقيتش اللي بغيتي. المهم السيد دار ليا حاله، ايوا دوزنا هاد السطاج ولا هي البنات كيجي عندي كيقول لي فيا الساعه ديالي، لا دخلتي شي حمار للدار، لا انت كتفسدي في داري. كنقول له انا ما كنفسدش، ديال الكاميرات. كيقول لي لا انا ما نقدرش، انا يا هادي الناس شنو غيقولوا فيا، وانت كضحكي فيا عباد الله، انت باغا دير ليا الكرون، انت باغا ترديني حمار. وهاد الهضره كيقول، كنقول هاد الهضره ما كايناش. انا اول حاجه اش كيتفاهي الخدامه، مشيت جريت عندك على ديك الخدامه، قلت لها ربما هي اللي دايره ليا هاد البلان، هي اللي باغا تفارقني معاه، ولكن كنشوف شنو درت معاها. انا كنت كنعطيها الفلوس، كنت كندور معاها، كنت سخيه بزاف، وكيبقاو فيا الناس، يعني كنقول شكون هذا اللي غيدير فيها هاد الحاله. جريت على ديك الخدامه، جات خدامه اخرى، حتى شي حاجه ما تبدلات، وليت من غير داكشي اللي كيمشي ليه هو، وليت انا مشى ليا كيتشفر ليا، تشفر ليا واحد النهار تشفروا ليا لي بوكل ديالي. من بعد كان مشى ليا البيرمي ديالي، فاش مشى ليا بعدا البيرمي كنت قلت له البيرمي مشى، قال لي شوفي شكون هاد شكون هاد البرهوش اللي مركبه معاك اللي دالك البيرمي، يمكن بغى يدير لك الشونطاج. وانا على نيتي كنقول له ربما شي وحده من صحاباتي، شي وحده هزات ليا البيرمي باش دير ليا الشونطاج، وكنتسنى فاش ما بان حتى واحد. كنت مشيت وعاوتاني طلعت لي بابي ونجري
ونجري من هنا ونجري من هنا. المهم تسخسخت البنات وكرهت حياتي ودخلت في اكتئاب، لان كنشوف راسي هو في هذا الوقت يعني ما بقاش باغي يعطيني الفلوس، ولا كيقول لي انا ما عطاكش فلوس خسرهم على الرجال، لا انت كتغدريني الريال البنات ما بقاش باغي يعطيه ليا، لدرجه ان كانت عندي الطريطه الاخرى ديال الدار كيقول لي ما نخلصهاش ليك، وليت كنبكي كنقول له شوف انا الدار خاصني نكملها، انا هادي كيقول لي ديري ان كريدي من البنكه وكمليها. انا ما بقيتش عارف رجلي راسي من رجليا معاك، انا كنحس بك كتغدريني هادشي بزاف. المهم بداو استعاد وانا صافي دخلت في اكتئاب، كنقول اويلي واش هذا هو الراجل الكبير اللي تزوجت بيه باش يبرعني وليت عايشه معاه في المشاكل والفلوس والو، كي غندير؟ وليت كنفكر لهذيك الدار كي غندير نكملها في الفلوس. صافي تلفت البنات ودخلت في اكتئاب حتى النهار اللي غادي يقول لي احقف نوا البورطابل ديالك. انا ديك الساعه كنت يلاه داخله من الصنقه، قلت له راه في الساك. تخيلوا يا البنات السيد مشى حل الساك وجبد بريزيرفاتيف ويقول لي هذا شنو كيدير عندك؟ انا شفته تصدمت، قلت له ما هذاك ما دياليش، ماشي انا اللي حاطاه في الساك. قال لي انا هزيته من الساك. قال لي انا اللي نحطو ليك. قال لي انت كتفسدي عليا، انت كتخرجي الزنقه، انت يا وليتي كديري شي حوايج انا ما بقيتش مقنعاك، انت غديري ليا المشاكل غضحكي فيا عباد الله. كنقول له الله يهديك والله ما كاينه شي حاجه. السيد كان باغي يسطيني نض ديك الساعه، هذيك الفوند ميناج اللي عندي جريت عليها، صحاباتي كاملين بدلتهم، كنقول له ربما انا اللي شي واحد باغي يجبد لي السطع معاه. المهم غادي نبقى حتى لواحد النهار ربي فاش كيبغي. انا كنت جالسه في البيت متكيه وهذيك الفاوند ميناج كندخلها للبيرو كتمسح فيه، شويه بيت شي عندي وهي تقول لي نسرين، قلت لها نعم، قالت لي راه لقيت واحد الساروت في واحد البليصه هكا مخزون. قلت لي ما عرفتش ديالاش، وهذيك الفاوند ميناج كانت عارفه ليستواغ وكانت هي فحال شاكه فيه، عارفه انه هو مولا الطنويره. قلت ليها ما عرفتش، قلت لها المهم ردي بلاصتو. رداته بلاصتو وكملت هذاك البيرو ديالو. المهم داز هذاك النهار، انا في العشيه بغيت نعرف داك الساروت ديالها، هو كانت عنده واحد الخزنه في البيرو وانا ما عمرني ما قلبت على الساروت ديالها. قلت لها ربما يكون الساروت ديالها هو هذاك. نط كنجري هزيت الساروت في البلاصه اللي قالت لي لقاتو كان مخبيه، هزيته حليت الخزنه تحلات ليا. ايوا تما غنصدم صدمه حياتي، الصدمه اللي ما عمرني ما كنت دايره بحسابها شي نهار، حيت وقعت كل شيء الا انه هو. جميلات ديالي هنا سالا الجزء الثاني من القصه ديالنا، القصه اللي كيف ما سمعتوا شاخده ديال بصح، ولا كان كيسحب لكم هنا سالات غنقول لكم ان هنا بدات، وهنا غيبدا المسقي، هنا غيبدا الفرع الفروعي يا البنات. ما تخيلوش هاد السيده كيفاش غتاخذ حقها من هاد الراجل، كيفاش غادي تندموا على بزاف ديال الحاجات، وما تخيلوش هذيك الخزنه اشنو غتلقى فيها. المهم الغزالات ديالي ما نزيدش نطول عليكم، ونتلاقاو مباشره في الجزء الثالث اللي كيف العاده غتلقاو الرابط ديالو في اول تعليق. المهم الغزالات ما نزيدش نطول عليكم كثر، ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني. السلام عليكم.